خلونا نبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء لأسرة الدكتور نبيل العربي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. امبارح كمان استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى. تعالوا مع حضراتكم نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء لأسرة الدكتور نبيل العربي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية الأسبق اللي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اللي بيقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى، بيضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير التجارة وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، وده بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الخارجية والإسكان والاستثمار والبترول من الجانب المصري. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز اللي وصلت ليه العلاقات بين الدولتين اللي بتستند لرصيد تاريخي كبير من الأخوة والصداقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين. وحرص الرئيس في هذا الإطار على تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، وأيضاً دعمها لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي. كما توافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك على المستويين الثنائي والجماعي، منوهين في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، ومؤكدين مواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها لتصبح نموذج للتعاون العربي والتكامل الإقليمي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده للوصول لصياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات. وأوضح أيضاً رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادر على تأسيس مناطق المال والأعمال بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال أو الأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في إفريقيا والشرق الأوسط. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها محافظة المنيا اللي أعلنت عن استضافة ملتقى التوظيف اللي بتنظمه وزارة الشباب والرياضة النهاردة الأربعاء بنادي المنيا الرياضي. أما في محافظة سوهاج فتم تركيب بلاط الانترلوك بشارع مركز طهطة بطول يصل إلى 20 كيلومتر. كمان افتتحت محافظة أسيوط معرض أهلا مدارس لمستلزمات المدارس. وفي كمان في دمياط أكدت مديرية الطب البيطري أنه بيتم حاليا تنظيم حملة مكثفة لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظة. تفاصيل أكثر وأخبار أكثر من المحافظات هنعرفها في سياق التقرير التالي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة المنيا أعلنت عن استضافة ملتقى التوظيف اللي بتنظمه وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربع بنادي المنيا الرياضي من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً. الملتقى بيقدم العديد من الوظائف المطلوبة من خلال 32 شركة بالقطاع الخاص، وبيأتي ضمن مبادرة توظيف مصر لتوفير فرص عمل لشباب محافظة المنيا مع التأهيل للتقدم للوظائف المناسبة لسوق العمل. أعلنت محافظة سوهاج قيام الوحدة المحلية المركز ومدينة طهطة بتنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والحارات المتفرعة بأطوال 20,000 متر مسطح ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، وده مع المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. افتتحت محافظة أسيوط معرض أهلاً مدارس لمستلزمات المدارس بميدان الشهيد أحمد جلال لبيع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق
وده في إطار الجهود اللي بتبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. في دمياط أكدت مديرية الطب البيطري أنه بيتم حالياً تنظيم حملة مكثفة لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظة لحمايتها من الأمراض المعدية، وبتستهدف الحملة تحصين 77 ألف رأس ماشية من البقر والجاموس ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. أكدت محافظة كفر الشيخ أنه تم إجراء فحص وتحليل ل 1215 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بمركز الرياض، وده فضلاً عن إجراء 37 حالة أشعة تشخيصية و 178 فحص طبي وتحويل 10 مرضى للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وده في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهدت محافظة الدقهلية تنفيذ عملية الحفر والتشغيل بموقع الملعب الرئيسي والتراك الخاص باستاد المنصورة الرياضي ورفع الأتربة للبدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بعملية الإحلال والتجديد وتطوير الملعب الرئيسي والتراك، وده مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة.